اهلا بكم مشاهدي موقع المصير، في كل برحب بحضراتكم في لايف جديد. متواجدين مع حضراتكم يعني في دار السلام، واحدة من أبشع الوقعات أو الحوادث اللي ممكن تحصل لما يكون زملاء في نفس الشغل. يعني بيطلعوا كل يوم مع بعض، وزملاء يعني بيجمعهم شغل واحد وتبقى الغدر على ايديهم. معانا اخت المجني عليه اسلام، صاحب 27 عام، اللي راح ضحية يعني غدر. هنعرف تفاصيل الواقعة دلوقتي منها. وبرحب بحضرتك، البقاء لله. عايزين نعرف ايه اللي حصل. اللي حصل ان اسلام اخويا بيبيع القوطه ب 5 جنيه، وهو بيبيعها كيلو ونص ب 10. فطبعا الزباين كلها جايه على اخويا، ولا الزباين جاي عليه على العربيه، ده مع عربيه وده مع تروسيكل. لا الزباين جاي على اخويا، فبيقول له بيع زي ما انا ما بيع، قال له انا برزق والحمد لله. فالمهم في الميكروفون محمد مسعد بيقل ادبه في الميكروفون ويشتم كده. راح ردي محمد علي ريح له، قال له ما تغلطش، محمد علي ده شغال مع اسلام، قال له ما تغلطش ومش عارفه والكلمات دي. المهم راح هو وعرفه ماسكينه ضاربينه، راح اسلام رايح بيحوش عنه وبيزقهم. رد محمد مسعد قال له هو ده حوش، انت كده بتزقنا؟ قال له احتباله زي ما تحتبال، انتوا الاثنين بتضربوا العيل. المهم راح اسلام اخويا حادف لا ببص لقى عرفه ومحمد مسعد جايين بيجروا عليه، راح حادفهم بالبرنيكه، راح جاي على الارض، راح محمد مسعد رافع البرنيكه وراح مد اخويا بيها في الحته دي، عملت له نزيف خارجي، عملت له نزيف خارجي. فطبعا لما عملت له نزيف خارجي انا ببص، انا هنا في البيت لقيت عيله جايه بتقول لي الحقيقه يا خالتي ده اسلام متعور تحت. فانا نزلت اجري، والكلام ده كان عند نادي الفرسان، تحت عند نادي الفرسان. فانا نزلت اجري، ايوه. لما نزلت اجري ببص قابلت اسلام جايب دم خالص. ايه ده يا اسلام؟ قال لي عرفه ومحمد مسعد اتلموا عليا وضربوني. طب تعالى انا اوديك استوس، اوديك الجامع، اوديك اي حاجه اغير لك. قال لي طب تعالى بس نروح على البيت اغسل دماغي وبعدين يعدلها ربنا. المهم جبت قلعت طرحتي ورحت ربطله بيها، رحت ربطله دماغه بيها. المهم راح جينا هنا قالوا ده محمد مسعد، وعارفه جم عند قرايبهم بره جايين عشان عايزين يكملوا عليه تاني، جايين عند جم عند قرايبهم بره. لقيت اسلام طلع جري، جريت في رجليه ببص لقيت عارفه راح متجيب الحجر، حجر كبير من هو بتاع الجبل الابيض ده، اداله في الحته دي برضه. التعويره كانت هنا الاولانيه وهنا كده المكتوبه. يعني هو كل يعني مش هنقول غلط، او هو كل اللي عمله ان هو رضي باسمته في راضي خمسة جنيه بنصيبه، او كان بيحوش عن نصيبه عيل الصغير برضه او ايا شغال كان. معايا، وكان يعني بيحوش عن هو بالاول مرضيش ان هو يغلي على المواطنين او اي الجماهير، حاجه. ومرضيش يغلي عليهم الاسعار. هو ده كل ذنبه. كل المشكله ان هو بيبيع ارخص منهم، هي دي كانت المشكله كلها، اساس المشكله. فراح ما طلع بره عارفه ماسك توبه كبيره من اللي هي البيضه، توبه كبيره كده انا اديتها لحضرتك وكيل النيابه لما جه. راح مديله بقى في الحته دي التعويره بتاعت محمد مسعد هنا، وراح مديله في الحته دي موت خليه المخ وموت العروق وكل حاجه في ساعتها، ان التوبه جامده. راح احمد ناصر خبطه بالكازلك بعديه على طول هنا كده، ان هو في الحته دي بالكازلك. فببص كده لقيت احمد ناصر، انا واقفه مش عارفه اعمل حاجه، اعصابي سايبه، ايوه اعصابي مش عارفه اعمل ايه، وانا واقفه جنب اخويا. ببص لقيت اسامه ناصر راح ماسك كرسي حديد احمر، راح خبطه بيه هنا كده. لما خبطوا بقى على صدره كسر له الدلع بتاع صدره. فبقول له يا لهوي يا ابني ماتين الكلب، انت موتت اخويا. هو بينزل بالكرسي بيقول له انت لسه فيك نفس. فانا بقول له يا لهوي يا ابني ماتين الكلب، انت موتت اخويا. راح قايل لي والله العظيم ابلغ عنك الحكومه، راح قايل لي الحكومه بتاعتك دي انا اشتريها بفلوس. فانا ده راجل معاه فلوس، انا معايا ايه؟ معايا ستر ربنا، انا معايا ربنا ومعايا ستر ربنا احسن من كل شيء. قعدت اصوت اقول يا لهوي اسلام مات، اسلام مات. طبعا بيت عمهم، عيال عمهم شعبان رمضان عوده على اول الشارع عندنا، حجز اخواتي وجوزي وعيالي جوه جوه من جوه بالطوب والازاز، طوب وازاز وبلاط ولونت وسيراميك بيحدف علينا من فوق من على السطح، حجزوهم جوه. لما صوتت قعدت اقول اسلام مات، اسلام مات. راح جوزي مضحي بنفسه وجاري في وسط المشكله في وسط الطوب والازاز، راح رايحينه بطوبه في دماغه وراح عاملينه بالسيراميكه في رجليه. خيط في احمد ماهر، كانت يوم 4/5، خيط دماغه مخيط رجلي جوزي منهم من بيت شعبان رمضان عوده، وبيدهوله شعبان الخيوط من فوق. راحوا خابطينه طبعا جوزي ضحى لما قلت اسلام مات، اسلام جاب، راح جاب، راح معورينه في دماغه ومعورينه في رجليه. فانا نسيتك انا واسلام، واسلام مرمي في الارض، واسلام مرمي في الارض من احمد نصر واسامه نصر وعرفه.
يبقى هو كده اخد في الاول في البرنيكة على دماغه، عملت من زيت خارجي، وبعدين بقلب الطوب برضو في دماغه، برضو في الحتة الشمال دي، في الناحية الشمال كل حاجة، راحت عامله له زيف داخلي وقطعت له العروق بتاع دماغه، موتت له خليه المخ. راح اسامه نصر نزل عليه بالكرسي، اللي ما عنده ايمان ولا عنده تقوى ولا عنده ضمير، واقع على الارض وبينزل عليه بالكرسي. طبعا انت واقفه وشايفه، شايفه كل حاجه، اعصابي سايبه، اعصابي سايبه، حتى اللي خلاني عرفت ان هو ده الحجر التقيل ده، انا كنت عايزه ارفعه اخبط بيه قصانه، ما قدرتش ارفعه، اعصابي سايبه، انا كل على بعض ست وانا واقفه من المنظر، اخويا نايم في الارض واسامه نازل عليه بالكرسي. ليه؟ ما عندكش تقوى، ما عندكش ايمان، ما فيش رحمه في قلبك، واحد ميت في الارض تضربه بالكرسي ليه؟ عمل لك ايه ده كله؟ انا عايز اعرف هو عمل لهم ايه؟ ولا عمرنا اتخانقنا معاهم، ولا عمرنا شاكلنا معاهم، ولا عمرهم اتخانقوا معانا، ولا في ما بيننا وما بينهم اي شيء. ليه؟ بتجاملوا قرايبكم؟ انتوا يعني داخلين تجاملوا قرايبكم؟ قولوا كلمه حلوه، حوشوا، اعملوا اي حاجه، لكن تضربوا معاهم؟ ليه كده؟ ليه؟ مفيش ايمان، مفيش تقوى، هو يهودي وقف وسطيكم؟ ليه اللي انتوا بتعملوا ده؟ لو هتوجه لهم كلمه دلوقتي هتقول لهم ايه؟ حزب الله ونعم الوكيل، حزب الله وانت الوكيل، حزب الله يا رب وانت الوكيل، يا سامع نصر عيالك يتحرموا منك، زي ما حرمتني من اعز حاجه عندي، وانت يا محمد يا مسعد وعرفه واحمد نصر يحرق قلب قلوب امكم عليكم، قلوب امكم تحرق عليكم زي ما حرقتوا قلبي، ووجعتوا قلبي على عز ماليا، وكسرتوا داري، يتكسر قلوبكم، يتكسر داركم، يتكسروا عز ماليكم. ده انا اتعيرت باخويا ولسه مات ملوش 3 اشهر، واحده اسمها عبله عنتر، هي اسمها عبله عنتر، عبله عنتر عايرتني باخويا وقالت لي بدل ما تشوفي تكلمي معايا روحي هات حقك حق اخوكي، واسمها الحقيقه عبله عنتر، والدلع رشا عنتر عايرتني باخويا، عارفه تتكلم مع بعضيها بقول لها خلاص مش خلاص، تردي تقول لي ايه؟ بدل ما تكلمي معايا روحي اتكلمي مع اللي موت اخوكي، هات حق اخوك، ما رايحين جايين قدام عينيكي. طب قولي لي انا اعمل، انا دمي فار، مطالبك ايه؟ واولادي دمهم فار، انا اعمل ايه دلوقتي؟ بس برضه سايبينها للقانون، احنا دلوقتي سايبينها للقانون وسايبينها لسياده الرئيس يدينا حقنا. ما شاء الله حق اسلام يرجع. بشكركم جدا اعزائي مشاهدي المصير في كل مكان، ونلتقي في لايف جديد، دمتم بخير.